واش سعيد؟ ايه الله اخويا سعيد ما نكذب عليك اللي ما عرفك اللي ما عرفك بحال هكا سعيد كيضحك معاه هذا راه صاحبه نسيت اللي ما عرفك يخسرك سيس اخي سعيد اذا انت بخير بدا نسيت شويه بكريك منين وصلت منين وصلت في ديك الساعه مشيتي نسيتي ولا بقيتي تدور فين ما ندور صح ما عندكش ما عندك حتى كاشه في الدار لا راه يدي لها كاشه نعطيو كاشه لا شي يعطي وحده انا عطاك كاشه ديال مزافير مزافير ولا مزافيل راه نعطيو كاشه ان شاء الله الطاره تجي برد هذه راه فيها دوبل كوش ولكن ما عرفتيش شنو سي سعيد جلاخ اسمح لي الكباس راك تضحك مع اخوتي سعيد راه هو اللي قال لي شعليش على الكاميرا والله سعيد وخا شعليه هذه بالضر ما خاصك تصبر شي انا تصبر اخويا سعيد هذا الدرزه ما تجيبوش سي سعيد شنو راك تزرك الباس ديالك
والله لا واعره. أكيد هذاك هو المنطق، هذاك هو المعلم ماشي ديبان. لأن فريق ما كاين إلا من الأسئلة العلمانية باش نروح نقول لك هاتسكيطة ويدينا. قول لك وحدة قالت لك تهلا وليا في خالي. أه السيدة البارح قالت لي تهلا وليا في خالي. في الكومونتير. خالي خالي عندك بنت أختك الكبيرة. بنت أختي؟ أه. فين هو؟ بنت أختي كبيرة. نمشي نصلي على الله. الله أكبر وكبير الحمد لله كثير. كبيرة ولا صغيرة؟ والله مسكين نهار عزيز عليها انت. الله صافي. السلام عليكم خوتي، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ المهم اخوتي انا جيت نوجد العشاء، سمحوا لي انا عينيا مدمعين مدمعين. المهم في هذا المول هذا درت البصله شلطتها جوج بصيلات هنايا متوسطين، درت هنا خوتي بطاطا والدجاج. المهم هنايا درت شويه المضر شويه المضر شويه التحميره شويه السكينجبير شويه الكمون، درت هذا اعشاب منسمه ها هي. درت هنايا كيعجبني فيها الشامبينيون، هذا الشامبينيون هذا ها هو الشامبينيون. المهم غندير هاد الاكله العشاء، سمحوا لي الا كنخلط بيدي تقول لي عاوتاني ويلي ويلي، راه ضروري نخلط بيدي. المهم اخواتي غنستف هنايا بطاطا، ما درتش الملحه بزاف، يونس ما كيبغيش الملحه بزاف. المهم درت شويه ديال السكينجبير شويه ديال التوابل راه معروفين. المهم نستفهم بحال هكا، غادي ندير الدجاج هو الفوقاني. صراحه درت فيها شويه ديال المطار الثومه بصيله، كان بصيله خاكو كانت بودره ما غاديش نديرها هكا دايره، نخلطو ونجلطو وناكلو. كاين عندي المعلم ضروري كندير عشاء، كاينين حنا غير ثلاثه دناسي انا ويونس والمعلم، المعلم راه بحال خونا. المهم هذا كيعجبني فيها هذا الفطر، هذا كيعجبني الصراحه في هذه الاكله، هذه كتجي رائعه وبنينه. حتى يونس كيعجبو بحال هذه الصينيه، كنقولها الصينيه انايا الصينيه ولا براد. انا ما كناكلش الفخاد اخوتي، جاب الفخاد ما عرفتش هذا الراجل هذا فين كان عقله، ما تناكلش انا الفخاد كناكل السدر بحال هكا. ندير فيها شويه الماء نمرقها، نصيفط على شويه ديال نصيفط على السولو على الالومنيوم نصبغ، نلقى شي واحد يتسخر ليا نديرو من الجناب الماء باش تبقى ميه ليا. كتقولي كدير داك الشيء ناشف بحال هكا اخوتي، شي ما يضيع. واللي عيفتك سمح ليا. المهم بحال هكا انا هكا بحال هكا اخوتي، هي الصينيه كنقولها انا الصينيه والبراد. المهم هكا دايره، نخشيها في الفران وانتم معايا. المهم اخوتي نخشيها في الفران، هاكي كتجي نخشيها في الفران. نحيد الخبز هذا اللي كاين عندي في الفران، كندير الخبز في الفران، الفران عندي نقي من الداخل. ندير الطاوة ديالو، هاهي الطاوة ديال الفران ديالها. دابا انا ما عنديش اخوتي الورق الومنيوم، ندير هذا على ما نصيفط على الاخر، ندير هذا. ندير هذا على ما نصيفط على الالومنيوم. يا رساله توكلنا على الله، اللهم يستر ولا تعسر يا ارحم الراحمين. ما سلقتش اخوتي بطاطا، ما عرفتش غيطيبها لي الفرن ولا ما يطيبها. المهم اخوتي انتم معايا غسلنا دروينا هاد الماعن هادو وانتم معايا، يلا خليكم معايا اخوتي.